لا ضروري بانت بعدا بانت بانت غير كملي النساء. لا ماشي مشكل حيت هذا حائط. لا هذا حائط على من كتهضروا نتوما دابا غير على الحيط. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اهلا وسهلا بمتابعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية وبعد اللايف ديال شوف تيفي لساكنة ديال قصر ايتبا محاول اللي كيقولوا بانهم بغاو يعني هذا الحائط يعني يكون باب او منفذ الانقاذ ساكنة اخرى من قصر ايتبا محا يردون على جيرانهم ويكشفون تفاصيل اللي هي خطيرة وصادمة واللي كيقولوا بان الحيط مبني اكثر من 50 سنة وهما دابا ريبوه. وغادي نخليكم اكيد متابعي قناة شوف تيفي مع الصرخة ديال ساكنة اخرى من قصر ايتبا محا يعني واللي لصق عليهم هذا الحيط. السلام عليكم. السلام عليكم. انا تنطالب تناش المهم على حسب انا كنت ساكنه هنايا 18 العام هادي والمهم انا ما عليا ما بيا جالسه انا وليداتي في الدار تنتعشاو مع 9 ونص هكاك الليل ما فقنا بالحيط حتى تنسمعوا ديك الدق تنسمعوا الترياب هذا الحيط تيريب ما فقناش تنشوفوا الغباب رتاجينا تنقولوا ياك ما الدار اللي طاحت ولا شنو. المهم منين هادشي كله ولادي دائما بقاو دابا مخلوعين. راه عندي دابا واحد البنت الصغيره ما بقاش ما تتنعس لا الليل لا النهار غير البكا وتتقول لها ماما خايفه خايفه خايفه. واشنو دابا اش غندير دابا واش غيعوضوا لي انا بنتي ولا شنو غندير معاهم دابا؟ وهادشي راه منكر هادشي راه بزاف لا يعقل حشومه هادشي. واش دابا هادشي دابا هاو عاود زاد البارح خلعه اخرى عاوتاني حنا جالسين ما فقت حتى بهذا الحيط حتى تيطيح هنايا. يعني كتقولي بان هذا الحيط يعني قديم شحال انت ساكنه هنا؟ شي 18 العام هادي 18 سنه ايه. وهذا الحيط يعني وهذا الحيط مبني ما حتى ها الحيط ها هو هذا هذا تطيحه وهذاك طيحه ما طاحش وهذاك ما طاح. علاش هذا غيطيح؟ علاش هذا الهجوم كلها كاع فين بغينا نوصلوا؟ هادشي داكشي اللي دار القانون حنا معاه يعني الحمد لله. حنا الله ينصر المخزن الله ينصر الملك حنا داكشي اللي دار المخزن حنا معاه. غير بنادم ما يجيش يهجم عليك صح وبالليل ماشي الهجوم هذا راه حشومه هادشي حتى الله ما يبغيش. واش واحد جالس ما عديه ما به ويبدا يشوف يبدا يشوف هادشي؟ والمش انا المهم 18 العام وانا ساكنه 18 العام وانا ساكنه ولكن المشكله ها هي المراه كبيره هي اللي ساكنه هنا اكثر مندي وكبيره بحال الوالده ولا اكثر هي ها هي كعطيها وتهضر معايا. يعني كيف ما سمعتوا متابعي قناة شوف تيفي الغريب في الامر ان احد يعني الساكنه واللي كتقول لك والله لا يعني الزلزال كان في تركيا ودابا كنسمعوا دق 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 كنقولوا ياك ما هذا الزلزال جا عندنا ولا هذه لدرجه انهم خرجوا ولقاو الجيران هما اللي ريبوا هذا الحيط واللي كيقولوا كان مبني اكثر من 50 سنه. واكيد متابعي قناه شوف تيفي غادي نخليوكم معنا مع ارتسام احد الساكنه اللي اكثر من 50 سنه وهي ساكنه في ايتبا محا. انا اكثر من 50 سنه انا وانا كاينه في ايتبا محا وهذا الحيط كاين هنا صافي. يعني انت اكثر من 50 سنه وعايشه في ايتبا محا؟ قبل المسيره بعامين وانا هنا. وهذا الحيط يعني وهذا الحيط كاين كنجي انا وياها نيت المراه الله يرحمها ونجلسوا هنا. يعني حتى تتفاجئوا بانه ها هي هو دراب وقلنا الا توافقوا معاهم شي باس ما كان يعني قالوا لك ما بغاو شي ها الشرفه كيصيفطوا كيقول شهدوا على شهاده الله احنا شهاده الله هذه هذا كاين كثر من 50 عام وهو كاين تبارك الله عليك يا الله يستر عليك. يعني كيف ما سمعتوا متابعي قناه شوف تيفي واللي كتقول لك شهاده خبي عدي البني عفاك اللي كتقول لك شهاده الله متابعي قناه الشعب لانه اكثر من 50 سنه وهو مبني هذا الحائط فكيف يعقل لجيران انهم غادي يجيو متابعي قناه الشعب وانهم غادي يريبوه بواحد الوقت اللي هو متاخر من الليل وغادي يخلعوا يعني دراري صغار ويخلعوا ايضا حتى الساكنه والجيران. فلا حول ولا قوه الا بالله. حق الرد مكفول للساكنه بعد اللايف ديال شوف تيفي ساكنة أخرى من قصر ايتبا محا يردون على جيرانهم جيران ديالهم ويكشفون تفاصيل خطيرة وصادمة واللي كيقولوا بأن الحيط مبني أكثر من 50 سنة وهما دابا ريبوه. خلي أعطينا أجابة. يعني أحد الساكنة متابعي قناة شوف تيفي واللي كيقول لك والله قاسم يعني ملي شفنا دوك المشاهدات ودوك الفيديوهات ديال الزلزال المدمر لتركيا يعني شفنا سمعنا هاد الدقدي يعني في البارح بالليل كنقولوا ياك ماشي زلزال واقع لكن فين خرجوا كيتفاجئوا بالجيران على حد القول ديالهم كيتفاجئوا بالجيران هما اللي كيريبوا نهار الجمعه بالليل يعني لقيتوا الجيران هما اللي كيريبوا هذا الحيط فتخلعتوا كلشي تخلع.
نهار الجمعة سيدي بالليل الجيران خطيفوا لنا هذا الحيط هذا. قرب لك واحد شويه هكا. دخلوا الدراري ديالي. صافي. نعم سيدي. الدراري عندك مخلوعين. أييه. كتقول أشنو الواقع؟ أشنو الواقع؟ ها واحد بنت عندنا دابا مسكنا عسلة لأن أنا بجيت الخلعة. لا حول ولا قوة. شحال أنت كتشوف يعني هذا الحيط يعني كيف؟ هادي شي أنا راه ولدت بمحارات تقريبا شي 20 حياة الناس كلها. حياتك كلها يعني ديما كتشوف يعني انا راه بديت بمحمد هذا الحيط راه كاين ايوه لا حول ولا قوه الا بالله واخا اختي اجي هكا جا واحد شنو هذا ما تبانش ماشي مشكل ماشي السلام عليكم شكرا شكرا تي في شوف تي في على هذا الاستقبال اللي جاو عندنا هنايا لهذا بمحا وهذا الحيط هذا عفاكم راه كاين من زمان انه التراث التاريخي ديال ايت بومعه انا داير عليه الحيط كامل على ايت بومعه وفيه في مكسر وفيه كلشي ودابا كنطالبوا السلطات باش يجيو يردوه كما كان حفاظا على هادشي ديال المآثر التاريخيه اللي خلى سيدنا الحسن الثاني الله يرحمه تبارك الله عليك شكرا لك شكرا جزيلا يعني احد الساكنه اللي كيقول لك ما بغيتش يعني نبان واللي كيقول يعني شهاده الخير بانه هذا الحيط كيعقل عليه انه كاين وفقط انه تهدم لهم هذا الشيء بسبب الجيران ديالهم واخا يعني الدار ديالك هذه هكا يعني حتى انت بالليل كنتي في الدار ما كنتيش تيعيطوا لك تيقولوا لك بانه راه كيطيحوا لا حول ولا قوه الا بالله يعني الجيران متابعي قناه شوف تي في يعني اللي كنشوفوا امامنا هذا الباب هذا زياده على هذا الدار هذه متابعي قناه الشعب واللي نهار كاين نهار الجمعه اللي كيقولوا على حد القول تاعهم هما كيطيحوا هذا الحيط هذا كيريبوه يعني كل الساكنه كل الجيران تخلعوا اجي اختي قولي لنا السلام المهم حتى البارح عاود تخلعنا عاوتاني وجا المقدم حتى لهنا المهم ما فقناش بتشي حتى تنشوفوا الطربان ها التراب جاي حتى الدار كامله تغبرات كنا خلينا محلوله تنشوفوا الغبابر تنقولوا حنا ياك ماشي حاجه الزنزال هذا اللي جانا ولا شي المهم خرجنا تنجريو ملي خرجنا لقينا هنا الغبابر ولقينا الطربان هادشي ما فقنا لقينا هنا المقدم هنايا المهم عرفتي اش نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله وصافي والمهم حنا تنشدوا مخزن والله ينصر الملك والمهم هادشي اللي تنطلبوا هذا الحيط ما بغيناهش يتحل لحقاش راه مضرورين مضرورين بزاف ها ولادي دابا انا بنتي راه ما عرفتش مالها من ديك الخلعه ديال نهار الجمعه ما عرفتش مالها راه المهم انا ما عرفتش اش غندير لها دابا على حساب الخلعه دابا ما عرفتش السلام عليكم يعني كيف ما سمعتوا متابعي قناه الشباب اللي كيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله يعني بنتها اللي تخلعات دابا وما بغاتش يعني تفيق لها من الخلعه واللي كتقول ايضا بسبب الجيران اللي جاوا يعني يوم الجمعه مساء انهم ريبوا هذا الحيط هذا وباش انهم يرفعوا الضرر عليهم لكن ما عرفوش ايضا حتى بان هذا الحيط يعني شهاده ديال الساكنه اخرى اللي كيقولوا هذا الحيط مبني اكثر من 50 سنه فكيف يعقل انه يريب في ليله وحده ولا في ساعه وحده وان الجيران يتخلعوا ويوقع اللي يوقع. شكرا جزيلا لكل المتابعين والمتابعات وكنتم معنا متابعي قناه الشعب في هذا البث المباشر من مدينه الرشيديه وايضا بعد اللايف ديال شوف تي في ساكنه اخرى من قصر ايت بامحا يردون على الجيران تاعهم ويكشفون تفاصيل خطيره وصادمه واللي كيقولوا بان الحيط مبني اكثر من 50 سنه وهما دابا ريبوه. والقانون غادي ياخذ المجرى ديالو. شكرا جزيلا لكل المتابعين داخل الوطن وخارج الوطن وان شاء الله متابعي قناه الشعب الى بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله.